هذه رسالة مفتوحة للفنان المحبوب سي عبد الخالق فهيد. والسلام عليكم عواشك مبروك. سي عبد الخالق فهيد تلعب حاليا الدور ديال الكوشي في سيتكوم سميتو نديرو النية. هذه بعض الملاحظات على الحضور ديالك في هذا العمل التلفزيوني. الدور ديالك في هذا السيتكوم بالنسبة ليا ما يمكنش نسميوه شخصية، ان بيرسوناج، يمكن نسميوه دور، ان رول. شنو هو الفرق ما بين شخصية، ان بيرسوناج، وما بين دور، ان رول؟ لو بيرسوناج تيكون عنده عمق، تاريخ، تفاصيل جسدية، تفاصيل نفسية، تفاصيل اجتماعية، تفاصيل مهنية. وانت تنقصد الدور اللي لعبتي حتى حاجة في الشيء اللي قلنا ما كاين فيه، كاين غير انت، كاين غير عبد الخالق فهيد. سي عبد الخالق فهيد، انت مشخص كبير جدا، انت كوميديان كبير، وليني بلغة السبع والقوشي انت لاعب صغير او ملاعبينك في تيران صغير. سي عبد الخالق انت كمشخص كبر بزاف من هذا الدور الخاوي اللي عطاوك واللي قبلتي. هاد السلسلة اللي لعبتي فيها ما كانش يسميوها ديرنية، كان يسميوها أورجو، حيت كل شيء كان أوفر مبالغ فيه ما عدا بعض الاستثناءات. باش لو رول و لي بيرسوناج سواء في الكوميديا سواء في الدراما خاصو يكون مكتوب بدقة وعمق وتفاصيل. سي عبد الخالق انت بالنسبة ليا محمد سعد ديال المغرب، محمد سعد فنان كوميدي مصري فريد من نوعه ولن يتكرر، بشهادة عادل إمام وبشهادة صناع الكوميديا في مصر. فين تتلقى سي عبد الخالق مع محمد سعد؟ بجوجكم عندكم قدرة هائلة جدا على التعبير الجسدي، ليكسبرسيون كوربوريل، وهذه القدرة ما كيناش عن جميع المشخصين في المغرب الكوميديين خصوصا باستثناء إيكو ويسار. يقدر شي واحد يقول لي ولا سي عبد الخالق فهيد عنده حركات شوية مبالغ فيها. الجواب حتى محمد سعد عنده حركات مبالغ فيها، حتى الوجد في ناس عنده حركات مبالغ فيها جدا، ولكن شنو هو اللي تيخلي الحركات ديالكم وخا مبالغ فيها مقبولة؟ الحركات ديالكم مقبولة حيت تبان صادقة طبيعية وغير مفتعلة، وهذه خاصية تحسب لك السي عبد الخالق. السؤال هو علاش انت السي عبد الخالق ما تكونش انت هو محمد سعد ديال المغرب او احسن منه؟ الجواب في شقين، واحد بلا كتابة جيدة، وخا تجيب شاري شابلان، محمد سعد، عادل إمام، ديستا هوفمان، جيب كوميدي من هوليود ولا من بوليود، حتى واحد فيهم ما غيدير شي وزة في الكوميديا. اش غيديروا؟ غيقلبوها تعواج لعل وعسى يعمروا الخوة ديال الكتابة، وهذا الشيء اللي طاري الممثلين والممثلات في المغرب. جوج، إذا ما كانش حداك مخرج جيد يقدر يديريجيك، اشنو غدير؟ غدير اللي قال لك راسك، غدير الحاجة اللي مولف ديرها، وفي هذه الحالة غتولي تعاود راسك، تكرر نفسك، غتولي تاكل من راس مالك كممثل. أما السي المخرج راه ما زادك حتى إضافة تزيدها على راس مالك، جهدو تيقول لك أكسيون كوبي برافو، هذيك برافو قول لي يمشي. خويا عبد الخالق اسمح لي نذكرك بربعة ديال الخصائص خاصو يكونوا في الدور باش يمكن نسميوه بيرسوناج، سينو غنكونوا قدام دور زايد ناقص. واحد، الهدف الدرامي، لوبجيكتيف دراماتيك، اشنو باغي الكوشي؟ ما هو الهدف الذي يريد ان يحققه؟ اشنا هي العراقيل اللي واجهته؟ كيفاش تجاوزها؟ جوج، وجهة النظر، لو بوان دو فيو، اشنا هي الافكار والقيم التي امن بها الكوشي؟ واش هي الانتهازية، النفاق، الكذوب، الرومانسية، الطيبوبة الى اخره؟ ثلاثة، السلوك، لاتيتود، واش هاد القيم والاخلاق التي امن بها الكوشي نظريا واش تيطبقها في الواقع؟ واش مثلا الكوشي تيامن بالهجوم في التيران ومع مرسو تيكتفي غير بالدفاع مثلا؟ أربعة، التطور، ليفولوسيون، واش الكوشي غيبقى هو من الحلقه 1 حتى الحلقه 70 ولا غيتغير ويتطور؟ علاش؟ حيت الشخصيه اللي تتبقى هي تتولي مع المده مونوتونيه، نفس المواقف، نفس الكلام، نفس اللغه، نفس المعجم. اما الشخصيه اللي تتغير وتتطور تتكون اكثر اهميه واكثر اثاره. اشنا هو الحل اخويا عبد الخالق في هذه الورطه؟ حيت انت فنان كبير وتستاهل نجوميه في المسرح والتلفزيون والسينما، اسمح لي الله يرحم لك والديك ندير راسي في بلاصتك. الى جاني سيناريو ومخرج ومنفذ انتاج ما عندهمش رؤيه على الشخصيه ديالي بادق التفاصيل الجسديه، العقليه، النفسيه، الاجتماعيه، المهنيه، شخصيه اللي غتضيف ليا، شخصيه اللي غتعلمني حوايج جداد، شخصيه اللي غتخليني نمشي نقلب ونبحث، شخصيه اللي غتخرج مني كممثل طاقه جديده، تحدي جديد، غنقول لهم
غاسمحوا لي الا اذا كنت محسك وما عندي من ناكل وما عندي من وكل. الغالب الله في هذه الحاله، وهذا هو الوضع البائس ديال معظم الممثلين والممثلات في المغرب. في الختام عواشك مبروك اخويا عبد الخالق، كان معاك خوك عبد الاله عمري، تنبغيك، كبرت معاك، ضحكنا معاك، تنشوفك فنان كبير، كبر من الكوشي، كبر من سبع، كبر من ميسي وحشومه ميسي يلعبوه في الحمري. احبك.